هو الملبن او الجيلي اللي بالفواكه الصغير اللي بالسكر ده. عندي مرحلتين، مرحله اولى ومرحله تانية. المرحله الاولى عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر، ونقي نوع سكر يكون ناعم ويكون جودته حلوه، ما يكونش سكر مركون عندك او يكون سكر مصفر شويه. معايا كمان كوبايه من الميه، دي المرحله الاولى. طب المرحله التانيه عباره عن ايه؟ 3 معالق كبيره من الجيلاتين، هتلاقيه موجود في اي سوبر ماركت، وكمان معلقه كبيره من ميه الورد ولون غذائي وشويه ميه. عندنا ميه كمان يا بسنت. معايا الميه، ميه عاديه يعني او ميه سخنه مش مشكله، مش هتفرق قوي معايا. وادي السكر، يبقى حطيت ايه؟ حطيت ميه وحطيت سكر. خلينا نقلب كده بحاجه تانيه عشان الصوت. بعمل زي شربات تقيل شويه، مش خفيف قوي ومش سميك قوي، وسط يعني، وسط مايل للتقل. بقلبه عندي كده هنا على البارد قبل ما ارفعه على النار، والخطوه دي بتفرق قوي ان ما تخليش الشربات عندي يسكر. خلاص انا قلبته مثلا دقيقتين، اقل كمان من دقيقتين، وببتدي ارفعه على النار. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كميه الجيلاتين، ولو عملنا تعديل يا بسنت ممكن ناخد المقادير مره كمان. طيب ماشي، يبقى انا اللي ما خدتش بالي بقى. طيب عندي الميه مع الجيلاتين، بعمل ايه؟ بننزل بالميه كده شويه بشويه لحد ما اخد الكميه كلها. شايفين هيبقى عامل ازاي؟ اهو بصوا بقى عامل ازاي، مجرد انا حاطه ميه بارده مش ميه سخنه. تمام كده، بسيبه على جنب وكده المرحله الثانيه عندي جاهزه. هنشيل كده دول، مش بضيف اي حاجه، بسيبه بس بهدي النار واسيبه يستوي حاجه بسيطه مش كتير. القوام بتاعه عامل ازاي؟ زي شربات البسبوسه. شايفين؟ انا بالنسبه لي السمك ده هايل جدا جدا جدا. ليه؟ عندي كميه جيلاتين كتير، المرحله دي بالنسبه لي هايله جدا. بروح عامله ايه؟ بروح واخده الجيلاتين اللي هو جامد عندي، بنزل بيه كده هنا تمام، واروح حاطه ميه الورد. خلاص تعالوا بقى نقلب الخلطة الحلوة اللي عندي دي، وريحة مية الورد بقى ابتدت تطلع. تقليب تقليب تقليب، اهو شايفين بيفك ازاي؟ انا مهدية النار خالص، يعني يعتبر النار عندي على 2. ممكن بقى نلونه في المرحلة دي، نحط كده، هي مقفولة اهي، بالعدد مثلا نقطة اقلب اشوف اللون تمام هزود، ما تحطوش لون كتير قوي عشان ما يبقاش غامق جدا. خلاص انا الجيلاتين عندي ابتدى بنسبه كبيره جدا يدوب، هروح حاطه بقى اللون الاحمر. ادي نقطه، نقلب بقى شويه بشويه، نفضل نقلب لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. شايفين اللون بيغمق ازاي؟ تمام جدا. شفتوا السهوله؟ شفتوا قد ايه الموضوع سهل قوي وبسيط، وشويه سكر وبقيه المكونات عملت الجيلي اللي الولاد بتحبه من بره. شايفين القوام بتاعه؟ حلو جدا. هسيبه بس يغلي غلوه واحده، ده اعملوه من قبليها بيوم لان لازم يبات في الثلاجه عشان يمسك مظبوط. ولما اجي اقطعه هقطع معاكم حتى من اللي انا مجهزاه من امبارح، هتلاقوه بيتقطع بكل سهوله تحفه. عايزه اقول لكم ان ده بره الثلاجه بقاله شويه، عندي كميه جيلاتين مش قليله، فبالتالي حتى لو قعد بره الثلاجه مش هيفك ولا هيسيح ولا هتحصل فيه اي مشكله. بجيب بايركس او علبه او اي حاجه اقدر اصب فيها، وابتدي ادهنها نقطه زيت بسيطه جدا. عايزه كمان امسح شويه من الزيت ده عشان بس تقدروا تقلبوها معاكم بكل سهوله، يعني اشيل شويه من الزيت مش كتير، يا دوبك يعني معلقه صغيره مثلا اهو، واروح لا مش سخنه قوي. بصوا بقى لونه حلو ازاي، بس كده خلاص زي الفل. وبروح سايباه يبرد تمام، هيبقى عامل زي الجيلي بالظبط. فما تيجوا تطلعوه هتعملوا بس بالحروف كده بالسكينه، سكينه رفيعه من هي سكينه السلطه، واروح قلبها على طول وابتدي ازينه بقى بالشكل اللي انتوا حابينه. هشيل ده كده، شويه زيت صغيرين خالص لا يسكر اهو، بعدهم بس كده بيها، وببتدي شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالوا نعمل الاحمر.
سكر عادي مش سكر بودره اهي، واروح حاطه فيها الملبن او الجيلي اللي احنا قلنا عليه واقلبه كويس جدا لحد ما يتغلف بالسكر.